مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى، فيديو جديد. خلينا نعرف عن ايش بدنا نحكي اليوم. الفيديو الماضي انا طلعت وحكيت عن موضوع منحة ممولة بالكامل من جامعة قطر للماجستير والدكتوراه، هل هي موجودة ولا هي مش موجودة؟ اللي حاب يعرف تفاصيل كثير عنها روح على الفيديو اللي راح ابين هون او راح ابين هون، ما بعرف وين راح ينحط بالاخر. المهم تقدر تعرف تفاصيل عن هذا الموضوع تبع الماجستير والدكتوراه. اللي بدي احكي انه اجتني اسئلة، طيب شو موضوع بكالوريوس؟ انت حكيت عن الماجستير والدكتوراه، هل البكالوريوس في منح ولا ما في منح؟ الكلام الموجود على موقع الجامعة في منه ولا ما في منه؟ فخلينا نبلش. الأسئلة اللي أجتني على الفيديو الماضي هو السؤال اللي من ريهام البكري، وكانت تسأل فيه عن موضوع المنح المخصصة للبكالوريوس. أنت يا جاسم حكيت إنه ما في منح ممولة بالكامل مقدمة من جامعة قطر، هل كنت تقصد السنة الحالية ولا كنت تقصد كل سنين؟ هل كنت تقصد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ولا كنت تقصد بس الماجستير؟ الفيديو الماضي أنا كنت كثير مركز على موضوع الماجستير والدكتوراه، مش كثير جبت سيرة البكالوريوس أساساً، يمكن حكيتها كلمة أو مرة واحدة خلال الفيديو. فاليوم خصصت هذا الفيديو عشان أجاوب عن سؤال ريهام وغيرها عن موضوع البكالوريوس، هل في منح ممولة من جامعة قطر لبرنامج البكالوريوس في جامعة قطر؟ الجواب هو آه، موجود منح لهاي التخصصات اللي في مرحلة البكالوريوس. ايش انواع هاي المنح؟ هل هي ممولة بالكامل ولا لا؟ خلينا نعرف. هلا اول شيء بدنا نعرفه انه بما انه الكلام مذكور على موقع جامعة قطر والمنح وانواعها مذكور على موقع جامعة قطر، ف100% الكلام صحيح، 100% هاي المنح موجودة، ما حدا بيقدر يحكي لك لا هاي المنح مش موجودة. طيب شو اللي كنت احكي فيه يا جاسر؟ انا اللي بدي احكي فيه هو موضوع متعلق بسنة 2020. هلا اللي صار بسنة 2020 انه لو حدا طلع له التخصص سواء كان منحة او لا من خارج دولة قطر، او حدا طلع له منحة او ما طلع له منحة من خارج دولة قطر، اللي صار انه بسبب الكورونا وبسبب البروتوكولات وبسبب الاجراءات الاحترازية اللي صارت في العالم كله، فصار ايقاف لاصدار الفيز للناس الجداد اللي ممكن يجوا من خارج دولة قطر. وهذا الحكي الكل بيعرفه، مش بس موجود بس في قطر، هذا موجود في كل دولة في العالم. فالناس اللي طلع لها مثلا الماستر لما طلع له القبول في جامعة قطر، هلا المفروض يطلع الفيز او تطلع له الفيز ويجي على دولة قطر ويبلش دراسة، لكن اللي صار انه ما قدروا يصدروا له هاي الفيز، فطلب منه انه يتم تأجيل القبول تبعه للسنة او للمرحلة القادمة اللي راح يتم فيها ازالة القيود الاحترازية بسبب كوفيد 19. السؤال المتكرر، يا عمي هل يوجد منح من جامعة قطر للبكالوريوس؟ الجواب هو نعم، هاي المنح على أنواع، وأول نوع من هاي المنح هو منحة جامعة قطر. ومنحة جامعة قطر إما بتكون منحة داخلية أو بتكون منحة خارجية. المنحة الداخلية للناس الموجودين جوا دولة قطر، والمنحة الخارجية للناس الدوليين ممكن يجوا من خارج دولة قطر لمرحلة البكالوريوس تحديدا. المنحة الثانية اللي موجودة دولة قطر هي منحة سمو الأمير للتفوق العلمي، وهي لأبناء المقيمين في دولة قطر واللي متفوقين في الثانوية العامة. وهذا المنحة يجعل تنعطى لخمسين طالب، هذول عشرة بس هم خمسين اللي بيحطوهم، تنعطى لخمسين طالب وطالبة، 25 طالب و25 طالب بس. المنحة الثالثة اللي بتنعطى في جامعة دولة قطر هي منحة اسمها منحة الأداء المتميز، وهي المنحة للطلاب اللي أصلا درسوا بكالوريوس في جامعة قطر، وهذول الطلاب متفوقين ومعدلهم من 3.5 ل 4 من 4. ومن شروط هذه المنحة انك انت اصلا تكون مخلص 30 ساعة معتمدة داخل دولة قطر، انت سجلت 30 ساعة معتمدة وخلصت ونجحت فيهم امورك تمام وجبت 3.5 بلس، يعني 3.5 3.6 3.5 3.7 4 من 4 بين 3.5 ل 4 من 4، فانت اليجبل انك انت تقدم على هاي المنحة، بتنعطى على حسب المعدلات. هلا في كمان انواع ثانية من المنح، هاي المنح تعتبر غير تنافسية ومخصصة لشريحة معينة، هذه الشريحة المعينة هي على ثلاث انواع بتيجي. الأولى منح مجلس التعاون الخليجي السفرات، والثانية منح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة القطرية، والثالثة أبناء العاملين في جامعة قطر. يعني تقريبا تقدر تفهم من موضوع المنح إنها تقريبا نفس كل أنواع المنح اللي في الكوكب اللي موجودة في أي دولة في العالم، وهي موجودة برضو في جامعة قطر لمرحلة البكالوريوس. في الفيديو الماضي اللي أنا كنت بحكي فيه كنت بحكي عن الماجستير والدكتوراه، وكنت يعني على أغلب الأشياء اللي بحكيها كانت متعلقة بأنه شو عم بصير في المنح أو شو عم بصير في القبولات عشان كوفيد 19. هلأ في كمان منحتين ثانيين سموها منح دراسية ثانية أو أخرى، ما بعرف بالضبط شو اسمها، وهي منح برنامج الدبلوم في كلية
التربية أتوقع هيك اسمها. والنوع الثاني هو المنح القصيرة لدراسة اللغة العربية للناطقين بغيرها، أتوقع برضو هيك اسمها. هذا المنح كلها بتلاقوها على موقع جامعة قطر المتعلق موضوع المنح، فأنا مش كثير عم بمن عليك بهاي المعلومات، أنت بتقدر تروح تقرأ عن هاي المعلومات، وأصلاً أخت ريهام حطت لنا إياها بالكومنت أو حطت لنا اللينك تبعها بالكومنت على الفيديو الماضي، فبتقدروا برضو تشوفوه وتدخلوا تشوفوا شو هاي المعلومات اللي عم نحكي عنها عن المنح الدراسية للبكالوريوس. طيب جاسر عجقتنا وجززنا يا عمي، هل إحنا نقدم للمنح والتخصصات ولا ما نقدم؟ هلا الجواب اللي بدي احكي لك اياه هو رايي الشخصي المتعلق بهذا الموضوع المتعلق بالوضع الحالي. مش غلط تقدم على اي منح وعلى اي شيء بدك اياه وعلى اي تخصصات بدك اياها سواء في جامعه قطر او في غير جامعه قطر، يمكن يطلع لك، بس هي الفكره في الموضوع انه غير مضمون ايش النكست ستيب اللي راح تاخذها، وهل انت يعني مسموح لك انه طلع لك تخصص وما جيت تدرس، هل مسموح لك تقدم مره ثانيه ولا لا. هذه الاشياء اللي بدك تحطها في بالك لما انت تقدم اساسا على واحده من المنح او على اي شيء انت عم بتقدم عليه في حياتك. وهلا بالنسبة لموضوع المنح، هي هذه المنح في لها شروط معينة لازم انت تكون عارفها، ومن من شوية هالشروط اللي متعلقة بموضوع برضو الكوفيد 19 او الكورونا او قدرتك على انك تيجي او ما تيجي، اول ما تطلع لك المنحة او يطلع لك القبول، انه في حال طلعت لك المنحة فالطالب اصلا يتحمل اي غرامات مالية مترتبة على الانسحاب من الفصل او الانسحاب من المقررات الدراسية. فأنت إذا أجت لك هذه المنحة ما استفدت منها أو تسجلت بعدين سحبت من الفصل، فأنت تتحمل هاي الغرامات المالية المترتبة على هذا الموضوع. هلأ الشغلة الثانية اللي كمان كثير ضرورية، إنه الطالب اللي بيطلع له المنحة بس مسموح له إنه يستفيد من هاي المنحة في السنة الدراسية اللي بيطلع له فيها والعام الأكاديمي اللي بيطلع له فيها هاي المنحة في فصل الربيع أو فصل الخريف، ومش مسموح له إنه يرحل هاي المنحة للفصل الجاي. فإذا طلعت لك وما قدرت تيجي لا فصل الخريف ولا الربيع من نفس السنة الدراسية اللي أنت طلعت فيها المنحة راحت عليك. وعلشان تقدر على انك انت تستمر في انك انت اصلا تستفيد من المنحة اللي طلعت لك، انت لازم تحقق كل شروط الاستمرار في الاستفادة من المنحة الدراسية. فشايف هاي الشروط كلها مسكتها مع بعض وخبطتها في الخلاط، اتوقع انه اي حدا بفكر في الموضوع راح يحكي اني انا باجل شوي موضوع ان انا اقدم على المنحة الدراسية، حتى لو كانت متوفرة ومش متخذين قرار في الجامعة انهم يوقفوا شوي المنح الخارجية، فانا باجل شوي عشان اقدر استفيد من المنحة اذا كان لي نصيب ان انا اخذ هاي المنحة الدراسية في هذا الوضع الخرافي اللي بجنن اللي كثير هيلثي انك تاخذ فيه اي منحه دراسيه. وشباب انا ضروري انوه انه الاشي اللي بحكي لك اياه اليوم هو رايي الشخصي، وانه انا بحكي لك انه هذا متعلق بالفتره الحاليه فقط، الفصل الدراسي الحالي فقط والسنه الدراسيه الحاليه فقط. بسبب كورونا فكل اشي قاعد عم يتغير بوتيره سريعه وكل الترتيبات عم تتغير بوتيره سريعه، فانت ضلك متابع وشوف شو التغييرات وهل انا بقدر اجي ولا ما بقدر اجي اقدم ولا ما اقدم. وبالمرة اذا شايف انه هذا الفيديو فعليا ممكن يفيد ناس تانيين برضو عم بفكروا في هذا الموضوع عم بقدموا او عم بحضروا فيديوهات عم بفكروها فعليا عن تلقينهم الحقيقي او الصح اللي لازم يعملوه، فمش غلط تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اذا مش مشترك اشترك بالقناة وفعل تصريف الجرس وخذ لك لفة في موقعنا www.gsupply.com، ومن هون لأشوفكم في جامعة قطر. سلام.